تتسع رقعة الخلاف بين الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يوماً بعد يوم بسبب العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة. وسائل أعلام أمريكية كشفت عن مذكرة للخارجية الأمريكية توصي بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن الضرر الذي قد يلحق بسمعة تل أبيب عالمياً بسبب هذا العدوان، حيث أصبحت الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان مشكلة مصداقية. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقيم حالياً ما إذا كانت ضمانات إسرائيل بشأن استخدام أسلحة أمريكية في غزة ذات مصداقية أم لا. الخلاف بين واشنطن وتل أبيب تعمق كثيراً بعد عودة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، والذي حرص فيها على الحصول على ضمانات بعدم قيام حليفة واشنطن بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، والتي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني هرباً من جحيم القصف الإسرائيلي الأهوج. بلينكين الذي كان يأمل في أن تستمع إليه حكومة تل أبيب لم يعد بنتيجة مرضية، حيث اعتبر أن نتنياهو يغامر بالتفكير في القيام بعملية موسعة في رفح، مخاطراً بقتل المزيد من المدنيين وبإحداث فوضى أكبر، ويخاطر بالمزيد من عزلة إسرائيل وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يعبأ بتحذيرات بلينكين، مؤكداً أنه سوف يمضي قدماً نحو تنفيذ العملية حتى بدون دعم واشنطن ليزيد من حرج أمريكا أمام العالم، وهو يشاهد عمليات القتل الممنهج في حق شعب أعزل.